أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مراسلو تربوية. طبعا سوف يكون لنا جولة مع المراسلين بمحافظاتنا السورية ونسلط الضوء على الواقع التربوي من خلال تغطيات ورسائل من أرض الواقع. فاصل قصير ونبدأ الحلقة. بالبداية اسمحوا لي رحب بزملاء المراسلين اللي انضموا لنا: صفاء حشيش من درعا، فاروق المطحي من دير الزور، لجين ابراهيم من اللاذقية، ضياء قدور من حلب، وليد سلطان من حما، ورولا صالح من طرطوس. البداية من طرطوس والزميلة رولا صالح معنا من ثانوية منير ديب للتعليم المهني وبالتحديد من مهنة النجارة وإضاءة على عقود عمل جديدة لإنجاز مقاعد مدرسية، والتفاصيل معي زميلة رولا. تحية لك وتحية لكل زملائي بكل المحافظات السورية. من محافظة طرطوس نحن موجودين اليوم بثانوية الشهيد منير ديب للتعليم المهني. تفاصيل كثير رح نعرفها من خلال وجودنا هون بورشة النجارة، ورشة لتصنيع المقاعد المدرسية. رح نعرف كيف عم تدعم مديرية تربية طرطوس التعليم المهني وماذا تقدم له من الأستاذ محمد بلال، معاون مدير تربية طرطوس المسؤول عن التعليم المهني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، الله يعطيكم العافية. مثل ما تفضلت حضرتك، نحن بثانوية الشهيد منير ديب طبعا هي مدرسة من مدارس التعليم المهني الموزع على مستوى محافظة طرطوس. طبعا بمحافظة طرطوس عندنا حوالي 14 مهنة موزعين على مستوى المحافظة ما بين صناعي ونسوي وتجاري. طبعا في عندنا يعني بشكل عام إقبال على التعليم المهني من قبل الطلاب بطرطوس. عندنا حوالي السنة حوالي أو أكثر من 750 طالب ممن يستحقون أو كانت علاماتهم تؤهلهم للدخول في التعليم العام، مع ذلك سجلوا في التعليم المهني رغبة منهم. طبعا المدارس التعليم المهني مثل ما تعرف حضرتك والمشاهدين أنه طبعا بتقوم بتأهيل الكوادر اللي هي مهمة جدا لرفد السوق المحلي طبعا على مستوى المحافظة أو على مستوى البلد. طبعا بالكوادر المدربة طبعا بالمدارس بياخذوا أول شيء تدريب زائد الجوانب العلمية المتعلقة بالمهارات الفنية. أبرز المطالب يلي بتجيكم من هيدي المدارس شو بتطلب من مديرية التربية؟ طبعا يعني هلا الحقيقة مدارس التعليم المهني تحتاج مثل ما بيعرفوا الكل لمستلزمات التدريب، تحتاج للطاقة الكهربائية. طبعا نحن حاليا مثل ما شايفين حضرتكم إنه نحن عندنا هلا عقد لإنتاج حوالي 2300 مقعد في ثانوية الشهيد منير ديب طبعا خلال فترة محددة. يعني مع مين العقد؟ العقد طبعا قدموا طبعا هي كلفت الوزارة، كلفت ثانوية الشهيد منير ديب بإنتاج هالعدد المقاعد طبعا بالتعاقد مع الهلال، مع الصليب الأحمر، بالتعاون مع الهلال الأحمر الدولي. اي طبعا العقد له في فترة محددة لازم خلالها يتم إنتاج 2300 مقعد. إن شاء الله حتى الآن نحن يعني متفائلين انه يتم تامين الطاقه الكهربائيه او ماده المازوت لانجاز العقد خلال الفتره المحدده، لانه في فتره محدده لازم خلالها يتم انجاز العقد. وان شاء الله يعني تتامل الامور والعمل حقيقه بيشتغلوا هون بالحرفه، بيشتغلوا شغل كثير يعني حقيقه حرفي، ما يجوا خارج اوقات الدوام لانجاز العمل هذا. بدي اتشكرك وانتقل لعند مديره المدرسه الاستاذه جمانة يوسف. مرحبا. عرفنا من الاستاذ محمد بلال انه في وقت محدد لانجاز هيدا العقد، وقلنا انه في مشكله اللي هي بتامين الكهرباء. قديش مده العقد وقد لكم عم تشتغلوا وشو هو نسبه الانجاز اللي صارت هلا بالمدرسه؟ هلا مده العقد شهر كامل، اشتغلوا تقريبا نص الشغل 50 فينا نقول 50%، وفي مشكله كهرباء عائق بسيط. اللي عم بيقول لي انه الطلاب عم يجوا حتى خارج اوقات الدوام المدرسي، عم تكوني موجوده تفتحي لهم المدرسه؟ طبعا موجوده انا والحراس والكادر التدريسي بحرفه نجاره كامل. اول صباحا واحيانا بعد خارج الدوام. في حال ما تم انجاز المواد المطلوبه او العدد المطلوب ضمن العقد شو بصير؟ هلا ممكن لا يتم، ونحن بنتامل انه نشتغل هذا الموضوع، ممكن انه لا عاد مثلا يعطونا عقد مثل هيدا. خلينا نحكي عن انه ايجابيات انجاز مثل هيدي العقود قديش بترجع بالخير على الطلاب وعلى المدرسه. هلا هي نوع من انواع التدريب العملي للطالب، وبترجع في مردود مادي بينه وبينهم، بترجع لانه بالمردود المادي وكخبره عمليه تفيدهم بسوق العمل. نعم.
بدي اتشكرك. سؤالي الاخير، قد ايه عدد الطلاب اللي انتم استوعبتوهم السنه بالمدرسه؟ استوعبنا بالصف العاشر تقريبا 450 طالب عاشر، منهم طلعوا لهم عامه واجوا سجلوا برغبتهم بالتعليم الفني والمهني. لانه اصلا التدريب اللي راح يلاقوه هون ما راح يلاقوها بالمدينه الصناعيه ولا عند اي حرفي اخر. تماما، حرفه نجاره كفيله انه تخلي الطالب يشتغل كافه انواع الاساس المدرسي. كل الشكر لك استاذ جمانة. رح انتقل عند الاستاذ محمد سليمان. الاستاذ محمد هو المسؤول عن التدريب المهني هون وعن مهنة النجارة. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. هلا انا شايفه شغل حرفي وكثير مرتب عم يشتغلوها الطلاب، وشايفه خشب نوعيه وماده خام كثير نظيفه. ايه اكيد الطلاب نحن عندنا بيجوا بصف العاشر بيتعلموا بالعده اليدويه وبالقسم اليدوي. هلا حاليا عم بتجوا مقاعد، عندنا 2300 مقعد انتاج. طبعا بيشتغلوا الطلاب اول ثاني ثالث ثانوي باشراف المعلمين الموجودين، والالات الموجوده كلها جاهزه ومن احدث الالات الموجوده بالسوق. في نقص بالالات بالمعدات؟ لا، الالات كلها موجوده هيك. في عندنا بس نقص بالكهرباء احيانا يعني هيك انه بدنا شويه كهرباء اكثر تقديم. طب كيف عم تشجعوا الطلاب وتعملوا لهم حوافز لحتى الطالب يجي خارج اوقات الدوام ويجي كمان بعد الظهر لحتى هو يشتغل وينجز معكم هيدا العمل؟ هلا حاليا الطالب هو بالخطه الدرسيه عم بيدرس بينتج ما ترابيزات، بينتج اسره، بينتج خزانات، بس حاليا بالخطه الانتاجيه بيطلع له قيمة مادية مثلا من بناء على تعبه، شو بيتعب شو هيك مثلا بيعطوه. دي أول مرة نحن اشتغلنا بهذه الخطة وإن شاء الله نستمر فيها. هلا حسب ما عرفت أنه أنتم كمان بتعملوا معارض. إيه أكيد هيك، كنا نعمل معارض سنوية سنوية مركزية بالثانوية، نعرض المنتوجات اللي بنشتغلها تم بيعها؟ إذا كان موجود بيع كنا نبيعها. حاليا توقف هيدا الشيء؟ لا ما توقف، يعني بس يعني على ابطا شوي بوجود الازمه الكهرباء والهيك اكثر يعني. اما يعني قبل كان في عنا انتاج اكثر، كان في عنا شغل احلى، كان في عنا معارض عمل ويتم رفض المدرسه بعائد مادي افضل. كان افضل الوضع يعني. هلا على اساس ان شاء الله بدنا نرجع من جديد ننتج، وهلا مثل ما شايف القسم كله عن حل حركه وشغل ان شاء الله. بدي اتشكر كثير استاذ محمد. هلا انا سمعت كلام كثير حلو من الطلاب عن الاستاذ وقد ايه هو بيتعب على الطلاب، لهيك رح انتقل لعند الطلاب. مرحبا. اهلا. اي صف؟ ثالث ثانوي. قل لي ليه اخترت مهنه النجاره؟ انه مهنه حلوه ومفيده بحبها. طيب شو اللي بيدفعك انك تجي خارج اوقات الدوام او الصبح بكير على الكهرباء لتشتغل؟ مشان العمل الانتاجي، مشان المدرسه. انت بتعرف انه في عقد هلا معمول ولازم تنجزه خلال فتره معينه؟ خلال فترة شهرين. طيب في صعوبات هون بالشغل بالعمل؟ في بتخاف مثلا من شيء ممكن يصير في اذيه ما، ولا الاستاذ بيضل وراك وراكو على الالات؟ بضل الاستاذ مشرف علينا. بضل اشراف، هون اي اله بنشتغل عليها هو اشراف معنا. اخترت هيدي المهنه على علاماتك ولا انت بتحب تكون فنان بهذا الشغل انت بتحبه؟ لا انا بحبه، انا علامتي بتحق لي اكثر بس انا بحب هالشغل. بتمنى لك كل التوفيق. انتقل كمان لعند شب هون. مرحبا. اهلا. شو اسمك؟ علي الحاج احمد. قال لي ليه اخترت مهنه النجاره؟ لاني بحب الشغل فيها حلو كثير. لحد هلا شو تعلمت تعمل بالمدرسه؟ بعرف اعمل خزانات مع الاستاذ باشراف الاستاذ ومقاعد، تعلمنا كذا شغله هون. شو بتقول رساله منك للطلاب لكل حدا حابب انه يدخل المهني؟ بتمنى انه يتم انه بتدافع منه انه يدخل على المدرسه، لان المدرسه حلوه وبتعلمك على الشغل تاسسك. شو ناقصكم؟ شو طلباتكم انتم كطلاب؟ عندكم شيء؟ لا الحمد لله كله متوفر الحمد لله. بدي اتشكرك واتمنى لك كل التوفيق. مثل ما تابعنا موجودين نحن بورشه النجاره، الطلب الوحيد هو فقط الاعفاء من التقنين الكهربائي لحتى يتم انتاج وانجاز عدد اكبر من المشاريع ويتم منافسه السوق. مثل ما عرفنا كان في قبل الازمه او قبل ما يصير في هذا التقنين الكهربائي الطويل معارض بتنتجها هذه المدرسه، وكان بيتم بيع المنتوجات اللي بيصنعوها الطلاب بحرافيه عاليه. لكن حاليا هذا الموضوع شبه توقف لأسباب كلنا بنعرفها، الكهرباء.
بتمنى يتم انجاز هذا العقد ضمن الوقت المحدد، وبتمنى التوفيق للطلاب، وبتمنى لسه يصير في عقود اخرى افضل وافضل، لانه هيدي المدرسه بتستحق. يمكن ما بعرف اذا قدرنا نعطي صوره كامله بهيدا الجمال اللي عم يشتغلوا فيه بكل هيدا الاهتمام. بدي اتشكر كل الكادر اللي هو موجود معنا لليوم، بدي اتشكر كمان الاستاذ حسن شعل المصور اللي بيرافقني من سنين لليوم، ورامي سليمان، وبرجع لعندكم زملائي باستوديو التربويه بدمشق. طبعا انا ونحن معك رولا، وبنتمنى التوفيق لكل الطلاب، وطبعا اكيد على امل زياده التغذيه الكهربائيه في المدارس المهنيه لما له اهميه في حسن سير العمليه التعليميه في هذه المدارس، وبالتالي انتاج جيل قوي ونشيط مهنيا قادر على الانخراط بسوق العمل بسرعه. شكرا لك زميله رولا صالح، كنت معنا من طرطوس. ننتقل الى اللاذقيه واضاءه على سير العمليه التعليميه في مدارس التعليم المهني وأهميتها بإعداد وتدريب الكوادر الإنتاجية المهنية وربطها بسوق العمل. والزميلة لوجين إبراهيم معنا من مدرسة الشهيد فاطر الهاشمي، وبالتحديد من قسم الطبية. الأجواء والتفاصيل معك زميلة لوجين. تحية لكم زملاء، تحية لكل اللي عم بتابعنا عبر الشاشة التربوية السورية. متواجدين معكم اليوم من اللاذقية من أحد مدارس التعليم المهني، وبالتحديد مدرسة الشهيد فاطر الهاشمي من قسم الطبية، لنحكي عن واقع التعليم المهني الموجود بالمدرسة هون، وكونه التعليم المهني حجر الأساس وسوق العمل بالفترة الأخيرة أصبح بحاجة ملحة لجميع الاختصاصات الفنية والتقنية. تفاصيل أكثر هلا رح يخبر خبرنا عنا اكثر مدير المدرسه الاستاذ يحيى. يسعد لي اوقاتك. يسعد اوقاتك يا رب. استاذ يحيى، بدايه تعرفنا عن اقسام المدرسه، الاقسام الموجوده بالمدرسه هون، ونحكي عن التعليم المهني بشكل عام. اول شيء ثانويه الشهيد فاطر الهاشمي هي ثانويه تابعه للتعليم المهني الصناعي. عندنا بالمدرسه في ثلاث اقسام، في قسم تجهيزات طبيه، قسم تقنيات الحاسوب، في عندنا قسم الخياطه تابع للفنون. بشكل عام التعليم المهني صار عم يدمج المبدأ النظري مع التطبيق العملي، فعم يكون الطالب قادر يفوت بسوق العمل مباشرة، أولا من حيث أنه يطبق المعلومات النظرية اللي عم ياخذها عمليا على التجهيزات الموجودة اللي عنده. التجهيزات الموجودة بشكل عام منشوفها نحن أنه هي موجودة بالمعامل نفسها، بالمصانع نفسها، عن طريقة عم ندعم الطالب حيث يكون قادر على خوض سوق العمل لما بينهي دراسته. عندنا نحن الدراسة بتستمر للمرحلة الثانوية بكالوريا، بعدين الطالب قادر بالأوائل عندنا بيدخلوا بالجامعات، بياخذوا نسبة من الأوائل تقريبا 3% على الجامعات. في عندنا قسم منهم بيروح معاهد، القسم الباقي بيروح على الكليات التطبيقيه. الكليات التطبيقيه حتى بعد ما يخلصوا من المدرسه عندنا عم يرجعوا ياخذوا بالقسم العملي عندنا، لانه التجهيزات الموجوده عندنا ما انا موجوده حتى بالكليه التطبيقيه. فيعني في اهتمام كبير بالاقسام الموجوده بالتعليم المهني من حيث التجهيزات وجودتها والكميه الموجوده. التجهيزات عندكم هون حديثه؟ كلها حديثه. يعني نحن بقسم التجهيزات الطبيه تقريبا نحن فينا نقول انه مشفى كامل من كل التجهيزات، سواء كاجهزه اشعاعيه، كاجهزه تخطيط قلب، تخطيط دماغ، كلها موجوده. هلا الكهرباء بنعرف يعني التعليم المهني مهن، بالنهايه هي بحاجه لكهرباء دائما، والكهرباء هون عم تنقطع، يعني كيف عم تتعاملوا انتم مع الطلاب بالعملي؟ بالعملي عم نحاول نراعي كل الفئات تاخذ بنفس الوقت بوجود الكهرباء يعني. ونتمنى يعني اذا في امكانيه يعني مثلا للمدارس المهنيه، لانه هي حتى فاتت بسوق الانتاج، يعني انه اذا بيردفوها بخط مثلا من وزاره الكهرباء انه خط دائم مثلا خلال فتره الدوام. دائما كمان ألاحظ النظره السلبيه على التعليم المهني، وانه الطالب اللي بيدخل صناعه طالب الصناعه فاشل. انت كمدير مدرسه اليوم ومن خلال التعليم المهني خلال السنوات الثلاثه وطلابك، شو كيف فينك تغير هيدي النظره للمجتمع او للاهالي؟ يعني كثير من الطلاب كثير بيحبوا يدخلوا هيدي المهنه، ما بيحبوا يدخلوا عام، عم يجوا يدخلوا مثلا مهنه لانه بيحبوها وإلهم رغبه، الاهالي بتمنعهم من النظره السلبيه يلي اخذينها نحن هالفكره عن التعليم المهني. كمدير مدرسه شو نصيحتك بالموضوع؟ هلا انا هاي النظرة كانت سابقا، هلا عم نشوف نحن تغير كبير. يعني انا
السنة عندنا كطلاب مثلا عاشر القبول عندنا بالمدرسة عنده أحق ياخذ عامة تقريبا نسبة 75%، فهن بالعكس صار التوجه من العامة للصناعة نسبة كبيرة كتير، والعلامات كلها علامات تعتبر كقبول بالعامة عالية يعني. وبشكل عام يعني بشجع أنا على التعليم الصناعي، لأنه بالأساس التعليم الصناعي هو بدمج لي المجال النظري ناخده عملي، فهو محبب عند الطالب يعني. وحتى الطلاب عندنا بفضل المواد العملية الموجودة ضمن الاختصاص الصناعي أكثر من المواد النظرية، لأنه يشتغلوا بإيدهم، عم يشتغلوا الشيء العملي، عم يشوف تطبيق عملي للشيء اللي عم يشتغلوا. ف يعني أنا بشجع بالعكس على التعليم الصناعي، أولا كمهني، ثانيا كدراسي، حتى إذا بدي كمل بعدين فهو مختصر نص الطريق للتكملة الدراسية كمعلومات وكإفادة. مهنة كمان، مهنة بالنهاية بإيده. مزبوط. شكرا كثير لإلك، يسعد لي أوقاتك. شكرا، شرفنا بوجودكم. يا هلا، أهلا. هلا رح نلتقي زملاء مشاهدينا كمان برئيس القسم ليعرفنا عن هذا القسم بشكل أكبر، الأستاذ حسام قدسية. يسعد لي أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. احكي لنا عن هذا القسم، أقسامه، شو الأجهزة اللي موجودة فيه؟ قسم صيانة تجهيزات طبية، طبعا الأجهزة الموجودة فيه كأن أجهزة موجودة في مشفى كامل تماما. عندنا كل الأنواع من الأجهزة، إذا بتحبوا نعمل جولة عليها ونشوفها هيك بشكل متتالي. في عندنا جهاز قياس التنفس، في عندنا جهاز مراقبة المريض، في عندنا جهاز تخطيط الدماغ، في عندنا جهاز قياس شدة أجزاء الطيف، في عندنا المجهر الضوئي، في عندنا المجهر العيني، في عندنا جهاز القياسات الحيوية الطبية، في عندنا جهاز التخدير، في عندنا جهاز تخطيط القلب، وفي عندنا جهاز كمان تخطيط العضلات، إلى آخره من الأجهزة، وجهاز الجراحة الكهربائي البسيط. يعني في عندنا مجموعة كبيرة من الأجهزة، وفي عندنا كمان جهاز مميز هو جهاز كرسي الأسنان وحاضنة المواليد، بالإضافة إلى أجهزة الهواء المضغوط، وفي عندنا كمان أجهزة قياس تنفس. يعني مجموعة كبيرة جدا من الأجهزة، مثل كأنه مشفى كامل يعني. حلو هيك تجهيزات، كأنه كمان الطالب هلأ بهي المرحلة الثلاث سنوات الدراسية لإله هون، قد فعلا بتفيده لقدام؟ نعم، عندنا نحن بصف الحادي عشر وصف البكالوريا تماما، في عندنا أجهزة دسمة جدا جدا جدا. طبعا صف العاشر هو تمهيد للطالب ليدخل القسم الطبية، طبعا هو مواد ومواد يعني تتعلق بالإلكترونيات والدارات الكهربائية في قسم العاشر، في قسم صف العاشر. أما في عندنا الحادي عشر ثاني ثانوي وثالث ثانوي، بيدخل الطالب هون للاختصاص أكثر، يعني بيتعرف على الأجهزة الطبية أكثر من خلال المخططات الصندوقية الموجودة على الواجهة، بالإضافة إلى آلية عمل الأجهزة الطبية والتعرف على صيانتها. طبعا الكتب جيدة ومتوفرة للطلاب، ونحن نتمنى الطالب بيستفيد من القسم عندنا، لأنه عم نستقبل حتى طلاب من خارج المدرسة عندهم بالقسم من الكلية التطبيقية، وإن شاء الله قريبا بنستقبل طلاب من جامعة تشرين إن شاء الله. هون عم بيكون جمع ما بين طلاب المدرسة وطلاب التطبيقية، إني جامعي ومدرسة. تمام، نحن عندنا التطبيقية سنة الثالثة والرابعة عم يأخذوا عنا هون بالقسم، ونتمنى كمان طلاب جامعة تشرين أيضا يأخذوا عنا إن شاء الله، إذا ما هالسنة السنة الجاية عم نحاول نحن نحقق هذا الموضوع. هلا ممكن إنه تعطوا أنتوا طلابكم نظرة وقت اللي عم يكونوا عم يأخذوا طلاب التطبيقية مثلا نظرة، مو إنه يعني فكرة عن لنفترض عن هيدي المرحلة الجامعية مع طلاب التطبيقية وتجمعوهم مع بعض؟ نعم ممكن، طبعا ممكن. نعم نعم. شو نصيحتك هيك بعد للأهالي اللي بتنظر نظرة سلبية لمهنة التعليم، للتعليم المهني؟ برأيي يعني التعليم المهني يعني هو بيجمع بين شيئين، العملي والنظري، وهذا الموضوع يعني غير متوفر في العامة. فهون الطالب إذا بيجمع بين العملي والنظري بيوفق بيناتهم، أنا برأيي بيطلع يعني منتج جدا في بلده. وبتمنى أن الطالب يعني من بكيري وعلى هذا الموضوع مع أهل الطالب، لأنه هن يعني الأساس في توجيه الطالب بهذا الاتجاه، وبالنهاية هو بده يعتمد على نفسه بس يوصل لسوق العمل. خصوصي إنه نحن هلأ بهاي الفترة يعني أكتر شيء بحاجة لسوق العمل المهني. طبعا نحن بحاجة لسوق العمل حاليا. نعم نعم، لأنه عنا بتعرف الوضع الاقتصادي شوي كمان بده دفشة. إن شاء الله طلابنا بالمستقبل يكون لهم دور بهذا الموضوع، ونحن عم نسعى بكل جهدنا مع الأساتذة المميزين عنا، بدون ذكر أسماء طبعا، بحييهم جميعا من خلال قناتكم الكريمة. أنا بتمنى طلابنا يكون هن أساس البناء، ومن خلال القسم العملي المميز أنه يستفيدوا بكل مكوناته إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، يعطيكم ألف الله يعافيكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا. عم شوف هون الطلاب عم ياخذوا هلأ درس عملي، رح ندردش مع حدا فيهم. مرحبا. أهلا. أنا بحضرتك غدير جبيلة.
اي صف هلا؟ 11 طبيه، صيانه اجهزه طبيه. احكي لنا ليه اخترت انت هيدا القسم؟ حبيته، وانا بالاساس بحب المواد العمليه، بحب اشتغل بايدي وبحفظ اكثر بايدي، ما بحب يعني الشيء النظري او اني بس اني اشوف من بعيد لبعيد، بحب اني اشتغل بايدي. هون كيف عم يتعاملوا معكم هلا؟ مثلا انت ضمن الدرس عم بتكون نظري وعملي، ولا عم تاخذوا نظري لحال بعدين تطبقوا عملي؟ لا الاثنين مع بعض. ايه بنفس الحصه مشان يكون استيعاب اكثر، عشان نفهم الشغل ونحفظ اكثر. يعني حبيتوا هذه الطريقه اكثر من انه تاخذوا درسكم النظري لحال وبعدين تيجوا تطبقوا عملي؟ ايه. هلا مثلا هلا انتم هون شو عم تاخذوا هلا؟ شو الشيء العملي اللي عم تاخذوا؟ عم ناخذ على جهاز تخسير، وبنفس الوقت هو بنعمل في عمليات قطع عن طريق الحراره، اسمه جهاز. هيدا الاختصاص بتحسه انت صعب؟ لا هلا سهل، بس في المواد النظريه كانه مواد طبيعيه، في صعوبه انه شيء عادي بالحفظ. عادي بالنهايه انت عم تقول انه انت بتحب الشيء العملي يعني اكثر، بتحسه فعلا العملي هيك بيعطيك معلومات مهارات اكثر من النظري. ايه. دائما التطبيق العملي للطالب بيكون افضل. ايه صح، دائما هيك بتفضل. اكيد. طيب شو الصعوبات اللي بتتعرضوا لها اكثر شيء يعني؟ ضعف بالكهرباء، لانه ما دائما فتنا بنجرب على الاجهزه، وهو لانه اجباري لازم تكون في كهرباء كرمال تشتغل الاجهزه. ما في شيء ثاني. دائما الكهرباء هي السبب يعني قديش تقريبا بتجي عندكم هون بالمدرسه؟ شغلت شي ساعه بس، ساعة ما غير كافي، لانه في بعض الطلاب فئات اخرى ما بيقدروا بياخذوا يعني على الكهرباء. هلا خلال مرحله الدراسيه ان شاء الله السنه الجاي انت بتكون اخر مرحله دراسيه لك هون بالمدرسه، شو حابب بالمستقبل تصير؟ حابب كفي هندسه طبيه، وان شاء الله بعد التخرج اذا هي بطلع لبرا او بسافر الى اخره، يعني كفي دراستي. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق. ان شاء الله. سلام. شكرا. شوف هلا كمان استاذ الماده، معلش حنعطلكم شوي. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. انا بحضرتك مهندس سبع سليمان، مهندس اجهزه طبيه. اهلا وسهلا فيك، تحكي لنا اليوم عن هيدا القسم وخصوصي هلا الدرس اللي عم تاخذه. القسم بالمجمل مثل ما شايفي الحمد لله مدعوم كثير بتجهيزات تساعد الطلاب على الفهم وعلى الدخول بسوق العمل بشكل مباشر. يعني من حيث الجهاز اللي عم ناخده اليوم هو وحدة الجراحة الكهربائية، أخذ الطلاب الدرس النظري يتعرفوا عليها من حيث المكونات ومبدأ العمل والحالات الفيزيائية يعني اللي بتدعم الفهم قبل التجربة العملية. بعدها شغلنا الجهاز وعملوا تجارب الطلاب على بدال النسيج الحي، نحن عادة نستخدم إما محرمة مبللة أو أي شيء بيعوض عن النسيج. إيه؟ تفضل غدير أو إبراهيم، أي حدا تفضل. نعم هلا بنعمل بهذا الجهاز قطع أحادي القطبية. شو بنستخدم؟ بنستخدم هاي القبضة، بدنا نختار نعمل القطع ممزوج مع التخسير. شو بنختار؟ برافو عليك. هلا بدنا نختار قوة القطع تكون 70. تمام، وبنبلش بالعملية. هلا لنفترض انه نحن ما عندنا أداة فيها أزرار، شو بدنا نستخدم بدالها؟ يلا تفضل. حلو، برافو. إذا فرض أنت شغلت الجهاز طلع لك ايرور 08 بهالشكل، شو راح يكون؟ حلو، القطب الحيادي. أو تمام، شو في إسا احتمالات؟ إذا فحصنا هون كانت تمام، فحصنا هون كانت تمام، شو الاحتمال كمان الممكن؟ القطب نفسه، الصفيحة نفسها. تماما. ما شاء الله فعلا عم نشوف قديش مدى حبهم للعملي مثل ما حكى الطالب عنا هون. الحمد لله يعني هن جاهزين حيتخرجوا من عنا إذا الله راد، وجاهزين ليدخلوا على مشافيهم ويشتغلوا ويعملوا صيانة، وإن شاء الله بيبيضوا لنا وشنا إذا الله راد دائما. باين من خلال هلا التجربه اللي عم يساووها هلا كانت قدامنا تقريبا يعني اكثر من حدا كان عم يساوي التجربه، ففي عندهم حب فعلا لهيدا الشيء اللي بين ايديهم عم يشتغلوا. يعني فاتوا على الاختصاص بعلامات عاليه، يعني ما انه يعني احنا منطقيين الاشخاص اللي عم يفوتوا هون يكونوا كفوا لهيك مجال، يعني هذا المجال بده كثير اهتمام وبده متابعه وبده تطوير نفس على طول، يعني مو انه الواحد يضل على معلومات وحده بس. لذلك نحن اخذين النخبه يعني بين الطلاب وعم نحاول قدر الامكان نشتغل عليهم. واكيد
دائما هالنخبه هي بدها عملي دائما متواصل ومستمر لتطوير مهاراتهم، لانه دائما في جديد بالاجهزه الطبيه، يعني المجال هذا ما بيتوقف عند حد معين، دائما في تكنولوجيا جديده، وبالتالي هن رح يشتغلوا على حالهم، مجرد انطلقوا من عنا بعدين يبلشوا يشتغلوا على حالهم اذا الله. النتائج انت ومثلا عم بتدربهم بالعملي، عم بتشوف صعوبات مثلا بالتعامل مع الطلاب، او الطلاب عم بيشوفوا صعوبه بالتعامل مع الجهاز؟ لا ابدا، الحمد لله، يعني مثل ما شايف تجهيزاتنا كلها عم يجي معها كامل الاكسسوار اللي بيلزمنا، كامل وتجهيزات نظاميه، يعني ما هي انه بس تعليميه، وبنفس الوقت جهاز نظامي، يعني هذا مثل ما هو فينا نستخدمه على اي عمل جراحي. كذلك مثلا هون جهاز صدمه، جهاز مونيتور، كله بنستخدمه نظامي على المرضى. لذلك ما بنعاني ابدا من هذا موضوع الاكسسوار او التسهيلات اللي بتكون عاده لازمتنا، كلياتها الحمد لله بتكون عم تتوفر بفضل وزاره التربيه، يعني الحمد لله مشكورين كثير، انه اي شيء بيلزمنا دائما بيدعمونا، دائما شو عندكم نواقص حددوا لنا لنبعث لكم، شو عندكم تجهيزات اسا تعليميه لازمتكم، دائما في متابعه، لانه بالفعل هو قسم مميز ولازم دائما نشتغل عليه. بالنهايه للطلاب بشكل عام نصيحتي هي المتابعه الدائمه، يشتغلوا دائما على موضوع اللغه، ما يتوقفوا عن البحث عن المعلومه، يعني انا تعلمت على الجهاز دائما في شيء بعده، لازم اطور معلوماتي، لازم اروح على الكليه او على الجامعه حسب هن شو بيطلع لهم، لازم يكون عندي قدر كافي من المعلومات العلميه تساعدني اني اطورها بالمعلومات النظريه اللي ممكن اخذها بالتعليم العالي، يعني بحيث ادخل سوق العمل باسرع وقت، لانه دائما طالبنا بيطلع عم يدور على سوق العمل ما عم بيلاقي شغل. فبتلاقي هون انه الطالب انا شو بدي اعمل يا استاذ، طلعت تخرجت ما بعرف انجليزي منيح، ما بعرف الكترونيات منيح، طب لا لازم من هلا تكون مهتم بهالامور. لذلك دائما انا مثل ما انتبهتي بحاول مرق لهم كلمات انجليزي دائما يتعودوا على هي المصطلحات العلميه، يعني وهي نصيحتي لهم انه دائما يدرسوا من هلا يكونوا عم يطوروا حالهم لقدام، دائما متابعه دائمه ما يهملوها ابدا. طبعا الله يعطيكم العافيه، من الف عافيه لكم، شكرا. الله يسلمك، شكرا لكم، يعطيكم العافيه. زملاء مشاهدينا، مثل ما تابعنا سوا كنا بمدرسة الشهيد فاطر الهاشمي من اختصاص بالتحديد من قسم الطبية، وتابعنا سوا فعلا شفنا بعيون الطلاب ومن خلال التدريب العملي حبهم للمهنة، شباب مبتكر مبدع بيمثل القوة والعزيمة، هو جيل المستقبل والعمل اللي معتمدين عليه بالمرحلة القادمة. برجع لعندكم زملائنا في الاستديو. طبعا من الاختصاصات اللي جدا مهمة، والدليل اختيار عدد كبير من الطلاب هذا الاختصاص بغض النظر عن حصولهم على درجات عالية في الثانوية العامة، وأكيد هذا الشيء بيدل على درجة الوعي وحرية الاختيار لدى هؤلاء الطلاب. شكرا لك زميلة لجين إبراهيم، كنت معنا من اللاذقية، وإلى حما والزميل وليد سلطان معنا، وإضاءة على سير العملية التعليمية من أحد المهن الهامة اللي بتشهد إقبال كبير من الطلاب، وهي مهنة صيانة التجهيزات الطبية. والتفاصيل معك زميل وليد. نعم، أسعد الله أوقات الجميع لكم من الزملاء في الاستوديو، التحية الطيبة، ومن خلالكم أتوجه للسادة مشاهدي فضائية التربوية بأعطر وأجمل التحيات. نحن عم نرصد العملية التعليمية بمختلف مفاصل عملها، سواء التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي. اليوم راح نحط السادة المشاهدين بإحدى المهن الهامة اللي توجه للطلاب في مجال التعليم المهني، هي مهنة صناعة التجهيزات الطبية أو صيانة التجهيزات الطبية، اللي صار إقبال عليها كبير نتيجة السنوات الماضية. طلاب كثير بحق لهم يدخلوا عام، ولكن كان رغبتهم يدخلوا هذه المهنة حتى يمشوا بطريق صحيح. نظرا للإقبال الكبير عليها راح نلتقي مع مدير الثانوية الأستاذ عبد الكريم هودي حتى يحطنا جو المهنة وكيف إقبال الطلاب عليها. بقول لك يعطيك العافية. الله يعافيك. بالنسبة لمهنة الأجهزة الطبية، طبعا الطلاب هن طلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية، مجمعات أكثر من المجمع العام، هون إقبالهم على هالمهنة لأنه مهنة جيدة، ومن خلالها يمكن صيانة كافة الأجهزة الطبية الموجودة في المشافي وفي العيادات العامة للأطباء. هلا نحن اللي نحكي عن عدد الطلاب استاذ عبد الكريم، قديش عدد الطلاب؟ كم شعبه فيه؟ نحن عدد الطلاب بناخذ من كل صف شعبه فقط، وذلك لتمكين الطالب من اخذ المعلومه الصحيحه وبشكل جيد. عندنا ثلاث شعب، شعبه 10، 11، بكالوريا، عدد الطلاب كافه 130 طالب. التجهيزات الموفره لهم، المخابر، شو هي؟ كافه التجهيزات اللازمه في المشافي والعيادات موجوده هون. الكان تصوير شواعي ولا تصوير سني ولا جهاز القلب ولا النبضات
ولا التعقيم والحاضنات، كل الأجهزة موجودة بشكل عام. الأجهزة منين تأمنت؟ من الوزارة، من جهات؟ الأجهزة كلها أمنتها وزارة التربية، مشكورة. لم يقصنا في هذه المهنة ولا أي جهاز أبدا. لك يعطيك العافية أستاذ عبد الكريم. طبعا رح ندخل على القاعات نشوف وضع الطلاب. طبعا مثل ما ملاحظ أنا بالكاميرا الطلاب أعداد نموذجية، أعداد قليلة جدا مما يدل على اهتمام الطلاب. بدي لك يعطيك العافية. هيا أي صف أنت؟ بكالوريا. بكالوريا. هلا نحن مهنة التجهيزات الطبية هي مهنة مرغوبة للطلاب كثيرين، ليش دخلنا هالمهنة؟ هلا هي المهنة كثير أنا حبيتها من الأول والرغبة إنه كويسة. تمام. هلا أنت بكالوريا بالعاشر 11، شو دربنا على الآلات؟ دربنا على 3 أجهزة مثل جهاز التصوير الإشعاعي البسيط وجهاز تصوير البانوراما. تمام. البانوراما وجهاز تصوير بدي لك يعطيك العافية. طبعا نحن مثل ما ملاحظين بالكاميرا الأجهزة حديثة جدا، مثل ما هي حكى مدير الثانوية موجودة بالمشافي بكامل تجهيزاتها بكامل مكوناتها، عم يتعلم الطالب عليها ووضعتهم وزارة التربية حتى يتدربوا ومن ثم بعد التدريب يطلعوا على سوق العمل. هلا نحن بكالوريا زميلك سألته أني تدربتوا على مجموعة من الأجهزة، هلا يا ترى أنت صار عندك فرصة عمل كويسة بإمكانك تصلح جهاز أو تستكشف العطل؟ عم نتعلم مشان التصليح ونتعلم إنه شلون بتصلح جهاز وتصوير الأشعة البرنامي مستعمل للفكين وزراعة أسنان والتقويم. حلو. هلا نحن الأجهزة أنا شايفها حديثة، أنت رحت شفت في شيء بالسوق مثلها؟ نعم. صار عندك إمكانية تطلع عليها؟ نعم نعم. تمام. بالسوق وبالمشافي وبالمجمع. تماما. اذا زلمة يعني بعفويته الطالب حكى باقناع بقناعه وحب. هلا نحن الاهل لهم دور، قالوا لك نصحوك فيها الحرفه لما لا؟ نعم نصحوني فيها الاهل. هلا بعد نصيحه الاهل شو رايك فيها؟ المهنه كثير حلوه وكويسه وسهله كمان اللي دارس، فهنا نصحوني فيها كثير عالم انه مستقبلها كثير كويس. وانا بتمنى لك مستقبل جيد. طبعا نحن بريد بكرر الوزاره وفرت كافه الاجهزات الطبيه الحديثه حتى الطالب بعد ما يتخرج بمرحله البكالوريا ومعهد يقدر يتحرك على سوق العمل بجداره وبكل اقتدار. بدي ادخل على قاعه ثانيه حتى اشوف كمان نوع، نشوف شو نوع الاجهزه وشو نوع التجهيزات اللي موجوده حتى يطلعوا عليها الساده المشاهدين وطبعا الطلاب ياخذوا فكره. بدنا نقول لك يعطيك العافيه انسه. نحكي هلا للساده المشاهدين هون نحن شو هالمخبر؟ مخبر قياسات حيويه، انه نحن نقتبس الاشاره من الجسم البشري للجهاز تبعيتنا، وعندنا كذا انواع من الاشاره. تمام. هلا هذا الجهاز موجود منه بالسوق؟ انا هنيك سالت بالقاعه الاجهزه في تصوير بانوراما كذا، الاجهزه متوفره بالسوق؟ ايه متوفره بالسوق. يعني الطالب عم يطلع على احدث الاجهزه؟ تماما على احدث الاجهزه المتطوره اللي عندنا بالتجهيزات الطبيه. هلا نحن كمان هدول يمكن كلهم بكالوريا، الطالب صار متمكن يشتغل على هالجهاز؟ ايه متمكن يشتغل على هالجهاز. نحن شو عم نعطيه، نظري وعملي لما بس نظري؟ لا نحن عم نعطيه نظري وعملي. كيفك عم يجاوب الطالب معك؟ يعني مع المعلومات النظريه ولا العمليه، كيف كان تجاوب الطالب؟ في اقبال؟ في اقبال لتجاوب الطالب معنا. بدي لك يعطيك العافيه، موفقين للطلاب. هلا نحن كمان الطالب هلا هون بدي لك نحن في نظري وعملي، شو رايك بالمهنه؟ هلا سالتني زملائك داخلين عن قناعه، داخلين عن حب المهنه، كيف لقيت انت الحرفه؟ الحرفه ممتازه ودخلت انا عن رغبه فيها، وبنتمنى انه نطور نقدم تطور للبلد اكثر. تمام. نحن شو بننصح رفقاتنا هلا اللي بينجح بالتاسع للعاشر يدخلوها؟ حرفه كثير ممتعه ودراسه يعني بتحفزك على التعليم، شيء عملي ملموس الان مو مثل يكون نظري. بدي لك يعطيك العافيه. طبعا كمان عشان انا بكرر بدي احط الساده المشاهدين بفكره كامله عن هذا القسم الجميل اللي فيه الات وتجهيزات كثيره. بدي اشوف رئيس القسم، نحكي مع رئيس القسم. بقول لك يعطيك العافيه. نحكي عن الكادر التعليمي بالقسم من تدريبات عمليه ونظريه، هو داخل ملاك خارج ملاك؟ هلا معظمهم داخل ملاك، عملنا دورات سياره طبيه بالشام يعني على الاجهزه الحديثه كلها،
بناء على يعني على الواقع الموجود للعمليه الاجهزه العمليه. بس بدنا نعطيك مشاكل اثنين استاذ، احنا هون عندنا موضوع المعهد كونه ما في معهد بالمدينه، ثاني شغله موضوع الكهرباء، فبتمنى مثلا اجهزه طاقه او اجهزه بورات يعني تكون عاليه الجوده عشان الطلاب يستفيدوا باعلى جهد من الاجهزه، وهي الطلاب اساتذه كلياتهم. انا بدي ضم صوتي لصوتك، بدنا نطالب نحن طبعا المهنه هي بحاجه لايصال التيار الكهربائي الطاقه، لانه معظم التجهيزات بحاجه لطاقه كهربائيه. راح ضم صوتي ان شاء الله الوزاره راح تلبي الغرض حتى يتدرب طلابنا على بشكل عملي جيد. كمان دخلنا على احد المخابر الثانيه، هلا صار ثالث مخبر عندنا ما شاء الله التجهيزات، يعني شيء بيسر القلب اني معظم التجهيزات الطبيه موجوده. بدي اقول لحضرتك معلمه حرفه نحكي عن هذا القسم شو تجهيزاته وكيف عم نشرح للطلاب. تمام، هلا اهلا وسهلا فيكم. الان سميس البني، طبعا نحن قسم صيانه الاجهزه الطبيه، انا مستلمه ماده التقانه الطبيه 2. الماده هي بتتكون من بتحكي عن اجهزه التعقيم، جهاز تعقيم الجاف، الرطب، جهاز تعقيم البلازما والغاز، وبتحكي عن بيجيك البحث اللي بعده اللي هو الحاضنه، وبعدين بتيجي عندك كرسي الاسنان بيحكي عن كرسي الاسنان على كل شيء، وبعدين جهاز التنفس و فنحن بلشنا مع الطلاب بجهاز تعقيم الجاف اللي هو هنيك، وعندنا جهاز تعقيم الرطب. جهاز تعقيم الرطب طبعا شرحنا للطلاب، عطيناهم المعلومات النظريه وشرحنا المعلومات العمليه والمخبر وكيف بيشتغل الجهاز وكيف كذا، لكن كان في عندنا مشكله صغيره هي موضوع الكهرباء والقصص، يعني ما عم نقدر دائما انه نحن نشغل للطلاب الاجهزه. هلا نحن الكهرباء برد بكرر نحن من ضمن صوتنا على صوتكم ان شاء الله، بتامل الوسيله الكهربائيه بنشوف الوزاره ان شاء الله بيسمعوا صدى ان يتركب طاقه بديله، بس مثل ما ذكرتي حضرتك الاجهزه كثير حديثه، دربوا عليها كلها؟ ايه طبعا لك نحن كلها اعطيناهم المعلومات النظريه واعطيناهم المعلومات العمليه والمخابر وكيف هن بيشغلوا الجهاز، كيف كل داره هي كيف تشتغل والاعطال تبعيتها. يا ترى هلا نحن الطالب بعد ما يخلص هوني عم نعمل له استاجات مثلا مثل معاهد الثانيه، يروح على المشافي، يروح على عيادات يسووا مثلا اجراء صيانه؟ صراحه لسه ما صار يعني هذا الموضوع، لكن نحن بنتمنى انه يكون في تعاون مع المشافي، اني انا اقدر اخذ الطلاب ويطلعوا الطلاب على الاجهزه هي فعلا كيف عم تشتغل بارض الواقع. هذا مقترح ان شاء الله، كمان مقترح اخر بيفيد المهنه، التجهيزات الكرسي طب الاسنان احنا اعطاله شو هي مثلا، تعلم الطالب كيف الامانه الكرسي طب الاسنان لسه نحن ما وصلنا له، لكن طبعا في اعطال كيف نحن القبضات، كل قبضه شو نوعها، انواع القبضات كذا واجزاء كلها. نحن الحاضنات كمان شو اعطالها مثلا؟ الحاضنات هلا مثلا نحن في عندك هلا الحاضنه بتتالف من عندك، هلا نحن عندنا عده انواع للحاضنات، عندنا حاضنه مثلا الخدج الدائمه، عندنا حاضنه النقل، عندك حاضنه في انواع للحاضنات كثيره. اي ف اذا الطالب صار هلا عنده فكره عن كافه التجهيزات الطبيه، هلا نحن بنحكي حكيت للانسه بالقاعه اللي قبلك، الطالب كيف عم يتفاعل معك سواء بالمعلومات النظريه او بالمعلومات العمليه، متفاعل لانه كونه دخل على الرغبه؟ هلا بالعكس الطلاب معي جدا جدا متفاعلين، اذا بتحب تشوف اي طالب هو كثير حابين المهنه وكثير متفاعلين معي سواء كان بالنظري او بالعملي. بدي لك يعطيك العافيه، جهودك مشكوره. طبعا بدي انتقل للطلاب، هلا نحن كمان انا صار كررت سؤالي لاكثر من طالب، دخلنا المهنه عن حب، كيف استكشفنا خبايا المهنه او امور المهنه اللي دخلتوها انت؟ هلا مهنه الاجهزه الطبيه كثير حلوه، وانا دخلتها عن حب لاني انا بحب اني صلح وهيك احب يعني اشتغل بالمعدات الطبيه. هلا نحن انت كان بيحق لك عام بالعاشر شيء ودخلتها، شو نظره المجتمع هلا بيقول لك والله انت طالب صناعي، انت شو بتقول لهم المهنه هاي؟ هلا انا صراحه بفتخر كثير اني انا مهنه صيانه اجهزه طبيه وما يعني نظام. برافو عليك ان شاء الله. هلا نحن حكى زميلك هلا بيفتخر بالمهنه، هلا نحن شو مطالبكم انتم بعد ما تتخرجوا؟ في عندكم معهد، عندكم كليه، شو؟ انه نطالب انه يكون عندنا جامعات ومعاهد، انه نخلص انه بكالوريا يكون عندنا، انه نحن انه نحسن ندخل جامعات او معاهد حتى تعززوا مهاراتكم العمليه والنظريه ونخدم المجتمع. هلا نحن حكينا للانسه اني صار عندك فرصه اني تستكشف اله اذا عند عياده طبيب اسنان مشفى؟ اكيد انه نحن دائما انه بنحب انه نشوف انه نصلح اعطال، نشوف اعطال. تمام. هلا نحن كمان زميلك هلا صار عنده امكانيه، هلا نحن اذا املوا لك فرصه عمل مشفى بكذا صرت قادر تشتغل بالسوق بقدره؟ نعم استاذ. هلا كمان انه نتمنى منه انه خلونا يامنون معاهد هون وجامعات قريبه لمحافظتنا مشان نقدر انه نقدم عليهم وندخل فيهم، ونتمنى انه كمان نروح على المشافي ونشتغل فيهم بالمعدات تبعوتهم مشان نتعلم اكثر ونتقوى بحالنا.
كمان مرة أخرى ومرة ثانية بقول مطلب حق للطلاب للإدارة أن إحداث معهد في محافظة حمالة يستوعب الطلاب وكلية تطبيقية تستوعب مهارات الطلاب والتدريب، إضافة إلى مجموعة مقترحات قدموها سواء المعلمين أو مدير مدرسة أن يعملوا استاجات بالمعاهد بالمشافي بالعيادات الخاصة حتى تزداد خبرة الطالب عمليا ومهنيا ويشوفوا الأعطال على أرض الواقع ويصلحها. أنا من عندي يمكن حطيت اقتراح أني سوى معسكرات إنتاجية حتى يستفيد الطالب، هيك بكون قلت فكرة جيدة وحلوة عن مهنة صيانة التجهيزات الطبية اللي عم يدخلوا الطلاب عليها بإقبال شديد، مثل ما حكوا لي بداية الروبرتاج أني في علامات عالية، الطالب بحق له يدخل عام ولكن رغبته ورغبة الأهل الحمد لله تحسنت صورة المجتمع تجاه التعليم المهني، صار في رغبة للتعليم المهني، توجه للتعليم المهني بشكل جيد. بتمنى بختام رسالتي التوفيق والنجاح للطلاب، وبكل رسالة إن شاء الله بنوجه أول شيء تحية طيبة لشهدائنا الأبرار، شهداء غزة، شهداء الوطن العربي. مرة أخرى لكم النجاح والتوفيق للطلاب إن شاء الله. لكم مني تحية أنا وليد سلطان، ومن خلف الكاميرا المصور حكم الحموي. عودة إلى حضراتكم في الاستوديو المركزي. شكرا لك زميل وليد سلطان، كنت معنا من حماة. ننتقل إلى درعا والزميلة صفاء حشيش معنا، ومتابعة لرصد النشاطات المنفذة من قبل مديرية تربية درعا بمناسبة اليوم العالمي للمكتبات وأهمية النشاط المكتبي ودعم المكتبات المدرسية. زميلة صفاء معنا بالتحديد من ثانوية الشهيد أحمد منصور، واللي عم تنفذ نشاط تربوي بمناسبة اليوم العالمي للمكتبة. التفاصيل معك زميلة صفاء. نعم زملاء في استديو مراسلو التربوية المركزي بدمشق، حياكم الله بكل خير ومحبة. نترحم بداية على أرواح شهداء أهالي فلسطين المحتلة، نحيي صمود المقاومة البطلة. نحن اليوم معكم في متابعة لرصد النشاطات المنفذة من قبل مديرية تربية درعا، وبمتابعة مع كل الوحدات المدرسية بمناسبة اليوم العالمي للمكتبات. هذا اليوم يحظى باهتمام كبير من مديرية تربية درعا في تأكيد على أهمية النشاط المكتبي ودعم المكتبات المدرسية. بداية نحن اليوم تحديدا متواجدين بثانوية الشهيد أحمد منصور بمدينة درعا التي نفذت هذا النشاط طبعا بتوجيه وبتعاون مع مديرية تربية درعا. كما أشرنا كل الوحدات المدرسية اليوم تساهم قدر الإمكان بهذا النشاط التربوي الهام. بداية لنتعرف على أهم هذه النشاطات، أهمية هذا النشاط التربوي التعليمي. نلتقي الاستاذ منهل العمارين وهو مدير تربيه درعا. الله يعطيك العافيه. حياك استاذ منهل العمارين، طبعا حضرتك مدير تربيه درعا، اهتمام وتوجيه بمتابعه هذا اليوم، احياء هذا اليوم من خلال فعاليات نشاطات متعدده تطال عدد كبير من الوحدات المدرسيه. نتحدث عن النشاط المقام، اهميه هذا اليوم. طبعا اليوم هو اليوم العالمي للمكتبات، بهالمناسبة هاي بمتابعة من مديرية التربية تم توجيه كافة إداراتنا المدرسية لإقامة نشاطات وفعاليات بهاليوم. وإحنا اليوم هون بمدرسة الشهيد أحمد منصور شفنا نشاط لطالباتنا، كان نشاط مميز بدل على الاهتمام والمتابعة. متابع معا هذا النشاط اللي قام حاليا. متابع جدا طبعا، اندل بدل على اهتمام طالباتنا بحب القراءة وبحب المتابعة بحب العلم. طبعا مديرية التربية لا تزال جهد بتوفير ما يلزم لطالباتنا، تأمين المكتبات، تفعيل دور المكتبة اللي هو دور فعال جدا، عدم الاقتصار على المنهاج، أيضا حب المطالعة لزيادة الوعي والثقافة لدى طالباتنا في كافة مدارس المحافظة. الله يعطيك العافية. أكيد المكتبات المدرسية رصيد لكل الطلاب والتلاميذ. رفيق حابس حسين، حضرتك عضو قيادة فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراك، إذا سمحت نسأل عن الاهتمام المتابعة بشكل تفضل إذا سمحت الاهتمام المتابعة بالنشاطات التربوية إجمالا عدا عن يوم المكتبات. طبعا احنا اليوم الحقيقة يعني احنا ضمن الإطار المدرسي، الإطار المدرسي برجع نرجع للذكريات القديمة اللي هي المدارس هي منبع العلم والمعرفة. كان كلمتنا للطالبات انه احنا ما نحدد فقط ثقافتنا ضمن الكتاب المدرسي، احنا خلينا نخلي ثقافتنا عامة، نجي لبواطن الامور لبواطن الكتب اللي كانت عبر التاريخ ان كانت صحية ولا اجتماعية. فاحنا اليوم
بالتحديد انه احنا فقط لموضوع فقط الكتاب المدرسي، لا بدنا احنا ثقافه خارج المدرسه. وبتمنى طبعا كمان احنا نرجع يصير في لنا اهتمام كبير بالمكتبات المدرسيه وتتفعل تفعيل هذه المكتبات من اجل زياده الثقافه العامه بالنسبه للطلاب ابنائنا الطلبه. شكرا. أشكرك رفيق. بالنسبة للاهتمام بالمكتبات المدرسية، هناك قسم بمديرية تربية درعا الأنسة، الله يعطيك العافية. مديرية تربية درعا تعطي خصوصية للمكتبات المدرسية، بنحكي عن عدد ممكن مكتبات مدرسية واقع هذه المكتبات المدرسية، إن أمكن تفضلي إذا سمحتي، إن أمكن واقع هذه المكتبات المدرسية. أهلا وسهلا، مدرسة الشهيد ثانوية الشهيد أحمد منصور، أمينة المكتبة فاتن الرفاعي. اليوم افتتحنا غرفة المكتبة وجهزناها لتكون غرفة للمطالعة، حاولنا من جديد نستغل كل ركن بالغرفة حتى نستفيد الطالبات مما موجود بمحتويات المكتبة. هنا غرفة مكتبة الكتب، وزودناها ببعض الكتب المناسبة لمستوى الطلاب، واستغلنا كل جزء في هذه الغرفة حتى يكون مناسب لمستوى الطلاب ولحاجاتهم. عندنا هون مثلا مقعد خاص لهواية معينة، لكتابة كلمات خاطرة أو أي نشاط ممكن يجري الطلاب. وهنا كمان عندنا طاولة تجتمع الطالبات لقراءة أي كتاب سواء في الفصل يعني خص المنهاج المدرسي أو للمطالعة. أكيد أود أن أشير، طبعا اليوم خصوصية بكل النشاطات موجهة، نلاحظ من خلال هذه الطالبة الله يعطيك العافية عم بتقدمي لوحة للقدس، تحية للقدس للمقاومة البطلة. لربما احكي لي عن اللوحة اللي قدمتيها، انه وفرت لكم المكتبة المدرسية الامكانات لتقديم شيء لاهل غزة القدس، وانه ان شاء الله انه تتحرر وانه انه تكون حرة ان شاء الله. ان شاء الله المكتبة المدرسية بتأمن لكم كل شيء، احكي لنا. اه طبعا كل شيء، كتب وكل شيء، اه الالوان والدفاتر والاقلام واللوحات. الله يعطيك العافية، مهم جدا هذه النشاطات. مديرة المدرسة الأنسة فاطمة الأصفر، طبعا اليوم هذه الورشة المقامة بالإضافة إلى توفير المكتبة الكتب المدرسية والكتب المطالعة، هناك خصوصية لاحظنا كل اللوحات للقدس لأهالي فلسطين، تشجيع منكم. نعم، أول شيء أهلا وسهلا فيكم. ثاني شغلة، نحن القضية الفلسطينية قضية العرب، قضية الوطن العربي ككل، ونحن كشعب عربي نفخر بالشعب الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان الصهيوني على غزة وعلى كافة الأرض الفلسطينية. ونحن طبعا اليوم الفعالية بعنوان المكتبة العربية، وبالفعالية جسدنا كل شيء عن لغة الضاد، عن حتى استرجعنا حرب تشرين، عن غزة، عن أي فعالية يعني. الحمد لله، إن شاء الله يكون عمل موفق وجيد وممتع لكم. أكيد نحن كلنا ثقة على أن المدارس اليوم تتوجه برفع سوية الوعي لأهمية القضية الفلسطينية، المتابعة من قبل الطلاب والتلاميذ، تقديم شيء يتعلق بالنشاطات بالوقفات التضامنية. أشكرك أنسة ابتسام، الله يعطيك العافية. طبعا زملاء تابعنا هذا النشاط المميز بمناسبة يوم المكتبات العالمية من مدرسة الشهيد أحمد منصور بمدينة درعا، تحياتنا لكم زملاء، وأشكر معي زميلي المصور أحمد حسين المسالمة. شكرا لك زميلة صفاء حشيش، كنت معنا من درعا إلى حلب، والزميلة ضياء قدور معنا من معهد إعداد المدرسين، وإضاءة على تجربة جديدة بإجراء اختبارات الكترونية بقسمي اللغة الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة لتجهيز مخبر لغوي في المعهد. الأجواء والتفاصيل معك زميلة ضياء. تحية لكم زملائي بالاستديو، وتحية لمراسلين التربوية بالمحافظات السورية، والتحية الأجمل دايما لمشاهدين ومتابعين شاشة التربوية. طبعا نحن متواجدين معكم حاليا بمعهد إعداد المدرسين، هذا المعهد اللي تم افتتاحه العام الماضي باختصاصات بعض الاختصاصات، وحاليا طبعا تجري فيه العملية التعليمية لطلاب السنة الثانية واستكمال التسجيل لطلاب السنة الأولى. حتى نحكي تفاصيل أكثر عن هذا المعهد، راح يكون معي بالبداية الأستاذ محمد خطيب رئيس دائرة التأهيل والتدريب التربوي بمديرية التربية. سعد أوقاتك أستاذ محمد. وأوقاتك الله يسلمك.
أستاذ محمد، بداية نحكي عن معهد أعداد المدرسين، الأقسام اللي موجودة فيه، عن أعداد الطلاب. هلا طبعا معهد أعداد المدرسين على مستوى القطر تم افتتاحهم في سنة مفاضلة 2022-2023، وهي نحن طبعا السنة الثانية بنستقبل الطلاب. في زيادة ملحوظة بين أعداد السنة الأولى والسنة الثانية، في إقبال، ونحن طبعا تم إعادة افتتاحهم بهدف ملء الشواغر وسد احتياجات العملية التعليمية ضمن محافظة حلب. شو الاختصاصات الموجودة بالمعهد؟ هلا الاختصاصات، في عنا اختصاص اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، وفي عنا اختصاص الرياضيات وعلم الأحياء. هلا قلت لي إنه في زيادة بأعداد الطلاب عن السنة الماضية، يا ترى أي الأقسام لقيتوا إقبال عليها أكثر من الأقسام الثانية؟ هلا أكثر الأقسام هي كانت لقسم اللغة الإنجليزية ولقسم اللغة الفرنسية. أستاذ محمد، ناخذ فكرة، عم بتحكي لي قبل شوي إنه في فكرة طبقتوها بمعهد أعداد المدرسين وخاصة بأقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية. طبعا هلا نحن بهدف تجويد مخرجات العملية التعليمية التعلمية ضمن معاهد أعداد المدرسين وتجسيدا لرؤية وزارة التربية ومتابعة من مديرية التدريب والتأهيل التربوي، تم تفعيل أو تبني برنامج الموديل التعليمي بهدف متابعة إنجاز المتعلمين ضمن المعهد من خلال قياس أداءاتهم باختبارات إلكترونية تراعى فيها تقارير معدة بشكل مسبق. شو الاعتماد؟ اعتماد في شبكة داخلية عم يشتغلوا عليها أو كيف؟ تعطيني فكرة. هلا هي طبعا عن طريق موبايلاتهم، كل متعلم عن طريق موبايله، بالإضافة لشبكة داخلية تم إنشائها ضمن قاعاتنا، قاعات اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، طبعا ومتابعة من رؤساء الأقسام ضمن المعهد ومدرسينا. شكرا لك أستاذ محمد. رح أنتقل هلأ لحضرتك، نتعرف عليك. محمد طلال سليمان، مدير قسم اللغات في معهد أعداد المدرسين. هلأ ناخد فكرة شو على الشيء اللي عم بيصير هلأ مثل ما أنا شايفين بهي القاعة. هون الطلاب نحن حاولنا مشان بهدف رفع المستوى انه اجراء اختبارات دوريه بجميع المواد، يعني اسبوعيا في عندهم اختبار دوري بيتضمن عده اسئله، يعني بحدود 20 سؤال دائما خلال 20 دقيقه عم بيحلوها، ان كان قسم الانجليزي وان كان التجربه جرت مع قسم الفرنسي كمان الاسبوع الماضي، وهو يعني عم بيفيدهم برفع بعمليه رفع المستوى انه عم بيكونوا جاهزين دائما للخضوع لاي اختبار. اللي عم بياخذوه طول الاسبوع خلال الاسبوع من من مواد المعهد عم بيسووا عليها اختبار خلال هي يعني خلال بدايه الاسبوع، يعني هذا اختبار عم اخذ الاسبوع الماضي طبعا على شبكه داخليه بواسطه اجهزه الموبايل تبعيتهم على منصه الكترونيه، والعمليه جدا مثل ما شايفينها سهله. هذا بدي اسالك عنه استاذ طلال، يعني هي هذا الاختبار بمثابه مذاكرات للطلاب، قديش مدى يعني فاعليتها لما عم بتكون الكترونيه؟ شو الفرق بينه وبين الاختبارات الورقيه؟ الاختبارات الورقيه اولا بدنا نطبع ورق، وثانيا بده تصحيح، وثالثا لبكه، يعني الارباك اللي بيسببه الورقي نحن عم نتجاوزه هون. الآن الاختبار بيخلص الطالب بيعمل سبميت للاختبار، راح يظهر فورا علامته، راح في تغذية راجعة مباشرة، الإجابات الخاطئة راح تظهر قدامه، الإجابات الصحيحة أيضا راح يعرفها، راح يعرف يميز الغلط من الصحيح، يعني مباشرة التصحيح. هذا اللي عم نستفاد منه، يعني الطالب فورا عم بيشوف درجة اختباره وين الأخطاء اللي ارتكبها وفي جميع المواد. هلا انتم مبدئيا بلشتوا بقاعه اللغه الفرنسيه والانجليزيه؟ انجليزي وفرنسي. نعم، في امكانيه لتطبيق هالاختبارات الالكترونيه لباقي الاقسام بالمعهد؟ اكيد اكيد، يعني اسبوع ورا، يعني نحن بدانا اول اسبوعين مع الانجليزي، الاسبوع الثالث الفرنسي خضعوا للاختبار، الان رجعوا الانجليزي ل شكرا لك استاذ. هلا ممكن راح اخذ من وقت الطالبات شوي نتعرف عليكي. هبه همام. اي سنه؟ سنه ثانيه. هلا تحكي لي شو الاختبار انتم اللي عم بتساووا؟ نحن بنعمل اختبار بكل المواد، للماده ممكن سؤال اثنين ثلاثه انه حسب الكميه اللي احنا اخذينها خلال الاسبوع. طيب هلا انتم هذا الاختبار عم تستعملوا فيه اجهزه الجوال، برايك انت هيك افضل ولا الكتابه على الورقه مثل الشيء المتعارف عليه؟ لا هيك افضل، بما انه نحن بنحب استخدام الموبايل بالعاده فانه شيء افضل لنا.
شكرا لك، نتمنى لك التوفيق. كمان بنتقل لطالبه ثانيه نتعرف عليكي. نحلة صالح، تحكي لي ناخذ فكره عن الاختبار اللي هلا انتم عم تتقدموا له. هو اختبار بيساعد الطلاب على الدراسه بشكل افضل، يعني نحن رح ندرس كل اسبوع باسبوع لحتى يجي الامتحان نحن رح نكون متمكنين كثير منيح. وكمان بدي ارجع اسالك انه على الموبايل هيك الاختبار الالكتروني افضل لكم من الورقي؟ لا الالكتروني افضل بكثير. شو الفرق؟ شو بتلاقي انت افضل انه بالالكتروني؟ الاجابه فينا نختارها بطريقه اسهل، فينا نتقدم اكثر بالتعليم، يعني هي طريقه افضل من الكتابه. شكرا لك، نتمنى لكم التوفيق. رح انتقل هلا لحضرتك نتعرف عليكي. دانيا شنان، مدرسه لغه انجليزيه بمعهد اعداد مدرسين. هلا ناخذ فكره عن طريقه اداره الاختبار، وهلا مثل ما سمعت كمان في عندكم بعدها في نشاط، ناخذ فكره عنهم. هلا بصراحه من اجل ترسيخ استخدام التكنولوجيا بالتعليم، نحن كل درس عم نطبق مثل نشاط أنشطة البحث والاستقصاء للطلاب، ومنعلمهم شلون يعملوا بحث علمي وبحث أكاديمي. هذا الشيء ما بيصير بدون تعلم تعاموني. فكل طالب كل نشاط بيعتمد على فكرتين. أول شيء الطالب بيشتغل مع زميله pair work بنقول له، بعدين بيشتغل بعمل تعاوني وأعمال جماعية، يعني بس من أجل ترسيخ فكرة العمل التعاوني والتطبيق والتفاعل بين الطلاب مع الأساتذة، والتركيز أكثر على التعليم الاستقرائي أكثر. كمان بدي أسألك كيف ملاقية تفاعل الطلاب مع هاي الطريقة؟ والله بصراحة باعتبار أنه هي طريقة جديدة، ولأنه نحن عم نطبق كل شيء عم ناخده، كل شيء تكنولوجي يعني حديثة حاليا عم ناخده، الطلاب كتير متفاعلين وفي كتير تجاوب كبير، وهنا عم بحبوا يعني تبدوا على حالهم أكتر، وعم بيصير في مثل تقنية الصف المقلوب، فالطلاب هنا عم حضروا الدرس مشان يزودوا رفقاتهم بأفكار جديدة. بصراحة هن عم بدوروا على تقنيات جديدة مشان يطبقوها غدا بدروسهم بالتربية العملية. شكرا لك، ومنخليكم تكفوا اختباراتكم ونشاطاتكم. رح ننتقل كمان هلا استاذ محمد، لوين رح ننتقل هلا؟ هلا بدنا ننتقل نحن طبعا في طور الاعداد لتجهيز المخابر اللغوية لقسم اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية. طبعا تم تأمين المستلزمات عن طريق وزارة التربية، وتم تجهيزها وتركيبها خلال مدة اسبوعين قادمات، رح يكون بدء بتفعيل هالمخابر اللغوية. بامكاننا هلا نحن نشوف المخبر. هي شو الفائدة من هاي المخابر؟ شو رح يكون دورها؟ هلا دورها نحن في عنا مواد طبعا تعنى بتزويد المتعلمين بنظم الصوتيات، بالإضافة للتفاعل وإجراء الاختبارات الإلكترونية عن طريق نظام الموديل والمنصات التعليمية عن بعد. هاي يعني رح يستخدموها طلابنا؟ طبعا أكيد، رح طبعا عن خلال أسبوعين رح تكون جاهزة بشكل كامل. طبعا تم تأمين مثل ما ذكرنا المستلزمات عن طريق الوزارة ومتابعة من مدير التربية بشكل مباشر. شكرا لك أستاذ محمد. طبعا مثل ما احنا شايفين هذا جانب من الجوانب الموجودة بمعهد إعداد مدرسين اللي فيه أقسام مختلفة، وطبعا مثل ما شفنا هالفكرة الجديدة والطريقة الجديدة لإدارة الدروس والاختبارات استخدام الطريقة الإلكترونية اللي عم يجاوبوا معنا طلابنا، وعم بتكون أكثر سهولة وتوفير وقت وتوفير جهد وكلفة مادية من طباعة ورق وخلافه. طبعا العملية التعليمية مستمرة ومستقرة بشكل جيد ضمن هذا المعهد اللي هو طبعا أحد المعاهد التابعة لوزارة التربية. هذا كل شيء كان عندي اليوم، وبنرجع لزملائنا بالاستديو. شكرا لك زميلة ضياء قدو، كنت معنا من حلب. ننتقل إلى دير الزور والزميل فاروق المطحي معنا ومتابعة واقع العملية التربوية والتعليمية من مجمع العشرة التربوي الذي يضم 66 مدرسة و34 ألف طالب موزعين على المدارس التابعة للمجمع. التفاصيل معك زميل فاروق. صباح الخير مشاهدينا، صباح الخير متابعي الفضائية التربوية، كل الشكر للزملاء في الاستوديو والتحية للزملاء أيضا في المحافظات. نحن اليوم معكم من مديرية التربية بدير الزور لمتابعة واقع عمل وسير العملية التربوية في مجمع العشارة التربوي، أحد أكبر المجمعات التربوية في محافظة دير الزور. سيكون معنا في هذا الصباح لإيضاح سير العملية التربوية في المجمع مدير التربية بدير الزور الأستاذ سهيل الحيشي. صباح الخير أستاذ سهيل. صباح الخير. صباح الخير أستاذ فاروق. الله يعطيك العافية. الله يعافية. نحن اليوم في مجمع التربوي في أحدى الثانويات نرصد واقع العملية التربوية، نعرف المشاهدين ونتعرف أكثر على مجمع العشارة التربوي. نعم، الله يعطيكم العافية. طبعا بحسب توجيهات وزارة التربية بالمتابعة الميدانية
نحن اليوم موجودين على بعد 70 كيلومتر عن مركز المدينة في مجمع العشارة الذي يعد من أكبر مجمعات المحافظة. طبعا يرافقني بالجولة المدراء المساعدين للأساسي والثانوي، وأيضا يرافقني بالجولة عدد من رؤساء الدوائر والموجهين الاختصاصيين. تم من خلال هذه الجولة اللقاء بمدراء المدارس، ودخلنا إلى الصفوف وتابعنا العملية حسب التوزيع الوزاري من حيث المنهاج، من حيث الخطة الدرسية، والاطمئنان على البدء بالمذاكرات وتوزيع جدول المذاكرات في إن شاء الله ب 12 الشهر الجاري. طبعا مجمع العشارة بالنسبة لعدد المدارس هو 66 مدرسة، وعدد الطلاب 34,000 طالب موزعين بالشكل التالي: في عندنا 28,000 طالب حلقة أولى، في عندنا 5,200 حلقة ثانية، و2,200 طالب في الثانوية. بالنسبة للكادر التربوي بشكل عام، في عندنا من داخل الملاك 605 بالضبط مدرسين، ومن خارج الملاك في عندنا 475 بمعدل حوالي 1,080 مدرس ومعلم في المجمع. إذن من خلال جولتكم وجولة الكوادر التربوية لمتابعة واقع عمل المدارس في محافظة دير الزور، كيف وجدتم المدارس؟ كيف تعملون على سد النقص سواء في الكوادر التربوية والتعليمية؟ نعم، والله مجمع العشارة يبشر بالخير، ومجمع العشارة يعني ممتد بشكل كبير على مساحة حوالي 40 كيلومتر. الأمور تبشر بالخير. يوجد في بعض النقص بالمدرسين الاختصاصيين، عم نحاول كالعادة أنه إحنا من خلال الوكلاء أو من خلال الساعات الإضافية نسد الثغرات. تمام، كلمة لمجمع العشارة والعاملين في المجمع وللأهالي والطلاب. نقول لأهالينا وفي مجمع العشارة، تربية دير الزور في خدمة أبنائنا، وإحنا أهمنا الأول والأخير هو الطالب، وإن شاء الله نرتقي سوية في العملية التربوية والتعليمية. شكرا لك ولمتابعتك لسير العملية التربوية. إذن كما تابعنا إيضاحات وجولة مدير تربية دير الزور لمجمع العشارة، سنتعرف أكثر على المجمع وعن مشاكله وهمومه وسير العملية التربوية فيه. سيكون معنا رئيس مجمع العشارة الأستاذ سامي. صباح الخير أستاذ سامي الحمد. صباح الخير أستاذ فاروق. أستاذ سامي، حضرتك رئيس مجمع العشارة التربوي، نتحدث أكثر عن مجمع العشارة التربوي وسير العملية التربوية فيه، توزيع الكتب، توزيع الكوادر التربوية. أهلا وسهلا بكم في مجمع العشارة التربوي الذي يتبع لمديرية التربية بدير الزور. طبعا منذ بداية العام الدراسي بدأنا بتوزيع الكتب المدرسية للطلبة وتوزيع المدرسين وسد الشواغر الموجودة في المجمع عن طريق الوكلاء الاختصاصيين أو الوكلاء العاديين، والخطة الدرسية تسير بشكل جيد وفق توجيهات الوزارية وتوجيهات مديرية التربية. مجمع العشارة يعتبر من أكبر المجمعات التربوية، البلدات الموجودة في والتابعة لمجمع العشارة، معظم الأهالي عادوا من فترات نزوح، وهي نتحدث عن عمليات إعادة تأهيل المدارس في المجمع. نعم، مجمع العشارة بناء على توجيهات القيادة السياسية والقيادة التربوية تم التعاون مع المجتمع المحلي، وتم إصلاح بعض المدارس عن طريق المجتمع المحلي، وخاصة في منطقة الدوير، في منطقة الصبيخان، في بلدة مدينة القورية وفي مدينة العشار، وكان التعاون جيد، ونتمنى أنه يبقى هذا التعاون ويستمر، وذلك لتطوير العملية التدريسية والتعليمية بشكل جيد. إذن يوجد دور للمجتمع المحلي في إعادة تأهيل المدارس، ويوجد أيضا دور للجهات الحكومية والمنظمات الدولية في تأهيل المدارس التي طالتها يد الإرهاب. نعم، تم إصلاح عدد كبير من المدارس التي كانت مدمرة سابقا عن طريق المجموعات الإرهابية، عن طريق المنظمات والخدمات الفنية لدائرة الأبنية المدرسية بدير الزور، وتم إصلاح بعض المدارس عن طريق الأهالي، ونتمنى التعاون أكثر مع. بالنسبة لهذه المدرسة، نحن اليوم نشاهد أعمال إصلاح وترميم، من قام بعمليات الإصلاح والترميم وكيف تم؟ بالنسبة للمدرسة الموجودين فيها هي ثانوية بنات العشارة، تم الإصلاح من قبل المنظمات
الخاصة، والمدرسة كانت تقريبا شبه مدمرة، والحمد لله أصبحت مدرسة جيدة جدا وقابلة للتدريس وبمقاعدها وبطلابها وبمدرسين. تمام، راح نكون معك أيضا وندخل لأحد الشعب الصفية لمتابعة سير العملية التربوية أستاذ سامي والدرسية في أحد الصفوف. صباح الخير، الله يعطيكم العافية. نتعرف على المدرسة. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. أي صف؟ تاسع أولى. شلون التاسع، تحضيرات الصف التاسع، المواد اللي عم تعطوهم يعني؟ نعطيهم جميع المواد متوفرة، وكل يوم كل درس بدرس، وقاعد يدرسون الطالبات وأمورهم تمام الحمد لله. متابعة، هناك متابعة للدروس مع الطالبات وأولياء الأمور؟ أي أكيد، يعني أي تقصير نخبر الأهل، والطالبات كل يوم ما يجون أول ربع ساعة مراجعة للدرس اللي قبله، ويطلعن طالبات ويحلن تمارين. تمام، الله يعطيك العافية. إذا تابعنا صف تاسع، راح يكون معنا أيضا عدد من الطالبات للتعرف أكثر على تحضيراتهم لشهادة الصف التاسع. صباح الخير. صباح النور. نتعرف عليك. شهادة عبد الله العلي. شهادة، تحكي لنا عن تحضيراتك كونك صف تاسع، شلون الدروس، عم تاخذوا دروس؟ الحمد لله قام ناخذ الدروس والأساتذة موجودين الحمد لله. أموركم تمام؟ الحمد لله. تحضيراتك للصف التاسع، خايفة؟ شوي توتر بس الحمد لله ان شاء الله تجيب علامه زينه. ايضا معنا طالبه ثانيه. صباح الخير. صباح النور. الله يعطيك العافيه. نتعرف على اسمك وشلون تحضيراتكم للصف التاسع كونه شهاده. اسمي هبه فيصل اليوسف. تحضيرات تمام، كلها تمام، والأكادرة كلها زينه وممتازين، وان شاء الله يعني تجيب 3100. ان شاء الله بالتوفيق. ايضا معنا طالبه اخرى. صباح الخير. هلا، صباح النور. شلون نتعرف اول شيء باسمك؟ رنيم حمد العزيز. رنيم، شلون تحضيراتك للصف التاسع؟ عم تاخذوا دروس؟ اخذتوا كتب؟ اخذنا دروس الحمد لله، الكادر كثير منيح ومتوفر كل الكادر، وتحضيرات ادرس كل درس بدرس مشان اجيب المجموعه الثانيه. تمام، الله يعطيك العافيه. اذا كما تابعنا مشاهدينا متابعينا سير العمليه التربويه في مجمع العشاره التربوي، احد اكبر المجمعات التربويه في محافظه دير الزور، جولات ميدانيه من خلال يقوم بها مدير التربيه ورؤساء الدوائر لتامين الطالب وتامين الكتاب المدرسي ولتكون الخطه الدرسيه وفق التعليمات الوزاريه الناظمه لسير العمليه التربويه. كل الشكر لكم لهذه المتابعه، ونعود للزملاء في الاستوديو. شكرا لك زميل فاروق المضحي، كنت معنا من دير الزور. وبختام الحلقة بدي اتشكر كل المراسلين اللي كانوا معنا بحلقة اليوم، صفاء حشيش من درعا، فاروق المضحي من دير الزور، لجين إبراهيم من اللاذقية، ضياء قدور من حلب، وليد سلطان من حماة، ورولا صالح من طرطوس. وموعدنا يتجدد معكم إن شاء الله الاثنين القادم بنفس التوقيت. هذه تحية مني ومن فريق العمل، إلى اللقاء.